السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الرابع ابتدائي معانا ورك بوك بيج 22 صفحة 22 في كتاب الورك بوك. بيقول لوك ريد أند ماتش، انظر اقرأ ووصل. هو حال الأول واحدة موصل رقم واحد بدي، رقم واحد بدي بيقول لي they went on holiday by plane، هم ذهبوا إلى عطلة بالطائرة. الطائرة أهي فعلا. they went to Kuwait، وهم ذهبوا إلى الكويت. أدي خريطة الكويت صحيحة، يبقى كويت وبلين طلعناها في الصورة. they saw the Kuwait towers، هم رأوا أبراج الكويت. كمان عندي أبراج الكويت، أهي الأبراج أهي. طيب they went to a museum، هم ذهبوا إلى متحف. فين المتحف؟ أول متحف أهو. طيب they went on holiday by plane، هم ذهبوا إلى عطلة بالطائرة. طيب they went to Syria، سوريا علم خريطة سوريا فين يا ترى؟ خليها دلوقتي. they saw the amid mosque، أمياد ماسك، شافوا مسجد الأمياد، شافوا مسجد الإيه الأموي في سوريا، المسجد الأموي في سوريا. they went to a museum، هم ذهبوا إلى متحف. يا ترى هتبقى إيه دي؟ سوريا وراحوا بالطيارة، آدي الطيارة برضو أهي، وراحوا شافوا مسجد الأم الأموي وراحوا المتحف، ودي خريطة سوريا. يبقى نمبر 2 هكتب إيه؟ إيه حرف الإيه. طيب they went to holiday by car، ذهبوا إلى عطلة بسيارة، آدي سيارة وآدي سيارة. طيب يبقى أنا عندي محتار بين الصورتين دول. they went to عمان، ذهبوا لعمان، برضو محتار بين الخريطتين دول. they saw the mountains، شافوا الجبال، فين الجبال بقى؟ أهي الجبال، يبقى هي دي كده تبقى عمان. طيب they went diving، هم ذهبوا إلى الغوص، الغوص أهي. يبقى خلاص، يبقى أنا عندي جبال وعندي غوص، يبقى هنا هنكتب مين يا ولاد دي؟ آخر أكيد واحد، آخر واحدة هتبقى سي. تعالوا نتأكد. they went on holiday by car، ذهبوا إلى عطلة بالسيارة. they went to Lebanon، ذهبوا إلى لبنان بخريطة لبنان. they saw the عمري ماسك، شافوا مسجد العمري. و they went shopping، ذهبوا إلى التسوق، دي هتبقى سي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.